سنة 91 بقى فجأة اتلم التعاون الدولي أو التحالف الدولي كله وأعلن تحرير أو ما يسمى بحرب تحرير الكويت اللي مثلها في مصر أحمد بلال، القائد أحمد بلال اللي احنا مش شفناهوش تاني بعد كده، ودخل التحالف مدة الحرب 4 شهور. عدد الضحايا الرقم ده 100,000 حقيقة. بشكر الزملاء. فدخلوا مصر كانت هي المشاة، وده الرقم اللي قبضت عليه مصر، قبضت من خلاله فلوس. والجيش العراقي كان مهترئ وكان في أضعف حالاته. في سنة الحقيقة دي كانت عاصفة الصحراء زي ما سموها وزي ما شفناها يعني. في سنة 91 الحقيقة قرر لأمر ما، أنا ما أعرفش إيه هو الأمر يعني، تم إطلاق مجموعة من الصواريخ على تل أبيب، وهي من صواريخ اسمها سكاد، صواريخ يعني الحقيقة أهو قصف تل أبيب. صواريخ العراق هو اللي أطلقها في يوم واحد، يبدو أنه كان عنده صاروخين ثلاثة راح رماهم على تل أبيب زي ما شفنا. أسفرت الحقيقة الصواريخ عن ضحيتين، يعني الحقيقة لو أنت هترمي بومب كان ممكن. لا الغريبة أنه أسقط على الرياض كمان، يعني دي الغريبة جدا، ويومها استغربنا جدا. هو صدام حسين بيلوش وخلاص، وأسقطه على مجمع سكني على ما أتذكر يعني. بعد كده الحقيقة نتنقل سريعا عشان الوقت ما يطولش علينا. سنة 2003 دخلت الحقيقة القوات الأمريكية إلى بغداد وأسقطت بغداد، بعد ما كان وعدنا صدام بأنه كل نخلة في العراق ستحارب أمريكا، لكن اتضح بعد كده. هذا المشهد كان في 2003، وكان في صيف 2003 برضو. عدد الضحايا 200,000، دي تقديرات كده يعني. ده كانت مدة الحرب شهر ونص، كان فيها توني بلير وجورج دبليو بوش، وكان قادة العراق وقتها وعدونا بأن المعركة هتبقى في المطار. ثم اتجهت القوات الأمريكية إلى أم القصرين وقعدت تحارب فيها مدة، وفجأة لقينا القوات الأمريكية جوه داخل بغداد، وتعملت أفلام كتير عن القصة دي. ودي كانت بداية انهيار العرب. ويومها كنت أنا في اسكندرية في شارع فؤاد، وأنا أتذكر ده، على قهوة في حارة علي بيك الكبير على الناصية بتاعته اللي هو كانت متفرع من شارع فؤاد. مش شارع فؤاد بتاعك ده؟ ففاكر ان انا قلت لرفيقي اللي كان سكندري، دي نهاية الامة العربية. سقوط بغداد دائما يرتبط بانه تتويج لانهيار الامة العربية، وفعلا صدق ظني للأسف، وسقطت بغداد زي ما بتشوفوا كده. دي القوات الحقيقة الأمريكية وهي بتسخط صدام، وهلل بعض العراقيين ظنا منهم أنهم تحرروا، والله أكبر ويحيى الوطن، الله أكبر ويحيى الوطن. وبص بقى كانت يعني كان مضحوك عليهم. أنا طبعا مش مع صدام والقصة دي، لكن العراقيين وعدوا بالمن والسلوى ووعدوا بأنهم هياكلوا بقى وهيشربوا حرية. ثم نتج عن ده زي ما انتم شايفين، حتى هذه اللحظة لم تعد العراق إلى ما كانت عليه. مش بس كده، العراقيين نفسهم داقوا ويلات الذل على إيد الأمريكان. ويكفي إن احنا نفتح ملف يوما ما اسمه سجن أبو غريب، اللي تورط فيه مجموعة من جنود الجيش الأمريكي في تعذيب سافل ومجرم يعود للقرون الوسطى لمجموعة من العراقيين.